أهلا بكم مشاهدينا في برنامج كلمة امرأة، حيث نسافر كالعادة عبر القارات لنلتقي بنساء يروين حكاياتهن بأنفسهن. هذه المرة نذهب إلى الأردن لنلتقي بالسيدة الفلسطينية ميسر السعدي. ميسر اضطرت عام 1967 إلى اللجوء إلى الأردن مع عائلتها، لكنها قررت أن تعمل على تحسين أوضاع النساء الفلسطينيات والأردنيات في آن عبر تمكينهن وفتح فرص العمل أمامهن. لكن هذا الأمر لا يعجب بعض المتشددين الذين يعتبرون أن المرأة لا حق لها في العمل، لكن لميسر رأي آخر نتابعه معا. أنا اسمي ميسر السعدي، من مواليد حيفا. طبعا أنا يعني حيفا ما بعرفها، انولدت في 47 وهاجروا أهلي على قرية اسمها اليمون قضا جنين. وطبعا كانت أسرتي صغيرة لما احنا هاجرنا. أبوي كان بيحكي لي عن حرب 48 قديش كان حجم المعاناة اللي مرت في الناس، وقديش الناس تغلبت، وقديش واجهوا مشاكل وصعوبات. أنا كنت يعني متخرج جديد وبشتغل إلي سنة بس لما هاجرنا بال67، وكان عندي طفلتين، يعني واحدة كانت عمرها 2.5 سنين وواحدة عمرها 40 يوم. اشتغلت طبعا، التحقت في وكالة الغوث في المخيمات الطوارئ لما كانت مخيمات خيم، يعني أهلي كانوا بفلسطين بالضفة الغربية وأنا كنت هون لحالي، يعني ما عنديش حدا. كنا دائما نفكر إنه لازم نعمل إشي يساعد هدول الناس وخاصة النساء، نعمل برامج أول شيء توعية بالنسبة إنه يعني يحددوا شوية من الخلفة والولادات المتتالية، لأنه هذا بضعف حجم الفقر عليهم. خاصة أنا يعني بلاحظ كثير إن الأمهات اللي بيكونوا عندهم وعي واللي بتدربوا واللي بياخدوا فرص في التدريب والتعليم، أولادهم بيكونوا كثير يعني أنضج وأوعى من الأولاد اللي أمهاتهم ما بيخضعوا لبرامج تدريبية أو لتأهيل أو لتدريب. الجمعيات الإسلامية عندهم لجان زكاة، عندهم مؤسسات تمويلية، عندهم مشاريع تنموية، فعندهم يعني عندهم الفلوس متوفرة أكثر من عنا إحنا بالمؤسسات الخيرية الثانية. عملنا دراسة للمنطقة، المنطقة هاي يمكن عدد سكانها حوالي 50,000 نسمة بالوادي الحداد ومخيم الحسين والنزهة، لقينا إنه أكثر نسبة بطالة موجودة بين النساء بعد ما عملنا الدراسة، ولقينا 50% من النساء الموجودين بدهم يشتغلوا بس مش عارفين كيف وين وشو الطريقة اللي ممكن يشتغلوا فيها. فبلشنا اشتغلنا أول إشي في برنامج اللي هو تدريب الإدارة المنزلية ورعاية الأطفال هاوس كيبينج وبيبي سيتر. بعد مرور 7 سنوات على المشروع ممتاز وعم بيخرج دورات، وكل اللي بيخرجهم بنأمن لهم فرص عمل. هلا في المرحله الحاليه اللي احنا هلا بنمر فيها صار في يعني بعض المفاهيم للمجتمعات المحليه من خلال المفهوم الديني انه المراه ما بصير تطلع وما بصير تشتغل في، وخاصه في المجالات الخدميه، وانه مكانها البيت، وانه ما بصير انه تشتغل مع رجال. هاي أهم مشكلة واجهتنا طبعا، لأنه هم بيعتقدوا طبعا الإسلام مش هيك، الإسلام بالعكس، الإسلام بحث على العمل وبحث على التعليم وبحث وأعطى حق للمرأة بأنها تمارس حياتها في كل المجالات، في التعليم، في الشغل، في الميراث، في كل حقوقها مصونة بالدين الإسلامي. لكن في بعض المفاهيم الغلط لدى التيار اللي يعني ما بتناول موضوع الإسلام بطريقة سليمة، بيأثر كتير لما بكون حدا بيحكي بطريقة مش علمية ولا هي مردودها بالإسلام حقيقي، بتأثر كتير على المجتمعات. وخاصة أنه هادول عندهم مؤسسات يعني خيرية بتساعد وبتدعم وبتعطي فلوس وبتساعدهم في إيجاد فرص عمل للشباب لرجالهم، فهذا كمان يعني كان من إحدى العوائق اللي بتحد من شغلنا. الدين الإسلامي دين يعني متسامح، دين
دين قريب من كل الديانات اللي في العالم، بيحترم المرأة وبيحترم كينونتها وبيحترم بكل المقاييس، لكن للأسف ما في حدا بيطبق الإسلام. يعني الخلل مش في الإسلام، الخلل في الشريعة، في تطبيق القوانين مش في الشريعة الإسلامية. نزول الاحتلال وأقدر أرجع على بلدي، يعني باقي عمري أعيش هناك. أنا متأكدة والتاريخ بقول انه لازم، يعني قضيه فلسطين لازم تنحل. يمكن مش على دوري ومش على دوري ولادي، لكن انا بقول انه لابد ليجي يوم وترجع فلسطين لاصحابها. يعني هذا شيء مفروغ منه، وهذا الامل الوحيد اللي انا يعني دائما جواي موجود. يمكن ولولا هذا الامل يمكن ما كنتش استمريت في كل هذا الشغل اللي انا بشتغله.